العمل اللي شفناه ونفتخر فيه، كلنا لازم نفتخر فيه في هذه الفترة منذ بداية هذه الأزمة، والعمل اللي سبق هذه الأزمة الحمد لله كانت فيه خطوات استباقية وجه فيها سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد، ووضع فريق عمل قبل حتى رصد أول حالة في مملكة البحرين، ووضع غرفة عمليات تعمل مدار الساعة 24 ساعة في اليوم قبل رصد أول حالة في مملكة البحرين. بس ودي أؤكد على شيء، أن العمل مستمر، فحتى هذا القانون اليوم ما بيغطي كل شيء اللي يمكن بنحتاجه وبيحتاجه المواطن في هذه الفترة اللي أمامنا. لكن اللي طمن واللي خلينا كلنا نطمئن ويجب أن كلكم تطمئنون منه، وهو اللي احنا شفناه في الميدان من بداية هذه الأزمة، من العمل المشترك اللي صار من الناس في الطاقم الطبي، في وزارة الداخلية، في قوة الدفاع، في القطاع الخاص، في كل الجهات الحكومية اللي شاركت، اللي خلوا كل عملهم أهلهم وراحوا واجهوا العمل 24 ساعة. أقدر أعطيكم أمثلة بلا حدود من ناس قعدوا أيام في محل عملهم وهم يشتغلون وهم يواجهون، والخطط تتغير مع المواجهة، ويتأقلمون مع المستجدات ويضعون خطط جديدة. ولله الحمد اللي طمن إن كان العمل والعمل المستمر، العمل اللي ماشيين عليه هو عمل فريق واحد، وماشيين بالابتكار ووضع الحلول وسرعة التنفيذ والتكاتف لمواجهة كل التحديات اللي تستجد في الساحة، وبتستجد تحديات. لكن اللي طمن إن كلنا قاعدين نعمل كفريق واحد، وكل أعضاء هذه المجلس وفي الحكومة وفي القطاع الخاص قاعدين يعملون ويواجهون. ولازم تطمئنون أن البحرين فيها أبطال، أبطال من الكادر الطبي، وأبطال من في الدفاع المدني، وأبطال في قوة الدفاع، وأبطال في القطاع الخاص، وأبطال في السلطة التشريعية، وأبطال في الحكومة قاعدين يواجهون ويجابهون ويشتغلون كيد واحدة. وبتستجد علينا 30,000 متطوع، وبيزيدون بعد، وبتي التحديات وبتستجد وبتغير الساحة وبنواجه وبنحط الشغل اللي لازم نحتاجه لهذه المواجهة. فنعم الأمور بتتغير، لكن إن شاء الله بالعمل المشترك بنتم نواجه ونتم نحط الأفكار وننفذها معاكم. مشكورين.